أحلى 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 صباح والسلام عليكم يا أخواني. اليوم عندنا زيارة لهذه الخوانق جيلفن كلامن. هذه يشوفون البوردات بس الشباب ياسين. هذه بوردات وهذا الكوفي المقابل للمدخل. هاي سيارة ثانية وقفة وهذا مني تنزلون للمدخل تنزلون للخوانق. هاي نزلت الخوانق تأخذون الدرب يسار يا اخوان. هذا اسم الخوانق وهذا الكوفي مقابل الخوانق. واحذروا تجيبون معاكم اطفال والناس الكبار في العمر والبراميل قصدي الاوزان الزايده. هذا الاحداثي نواصل. نواصل هذه منطقة التنور. وصل اليوم 9/5/2016 يوم الاثنين. طبعا هذا واحد من المضاغ المالية المائية مالية. شمال الإيطار. نواصل تصويرنا. طبعا هالاماكن ما تفرح يا اخوان اللي عنده اطفال ولا ناس كبار في العمر. نوصل تصويرنا. هذا واحد من المضائق المائية شمال بولزانو قريب من الحدود السويس النمساوية الايطالية.